هلا والله سهلة. الله حيهم. شوفوا 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 الجمال، شايفين؟ هذا ايش سوينا؟ غطيناه بالشوكلت. طبعا السلام عليكم، هذا واحد. الشيء الثاني غطيناه بالشوكلت الملك، بعدين غطيناه بالشوكلت الوايت. شايفين؟ هنا عندي البلاك بيري، وهنا عندي الروزبري. اللي بسويها الآن بعطي ديكور جديد، طريقة جديدة في الديكور حق الدراجة اللي هو اللي قدامكم هذا. شايفين؟ طبعا آخر مرة سوينا، سويت معكم الدراجة، غطيتها معكم بالشوكولات، جهزته. اليوم بطلعه لمعة، بطلع لمعة بتشوفونه الحين. نبدأ. طبعا عندي هنا هذا الشيء هو السر اللي يخليها لمعة. طبعا كمية مرة بسيطة، مرة بسيطة. عشفت اللي حطيتها الحين، بس هذه ملعقتين وخلاص تكفيه، تخليه مرة لمعة كذا على طول. شايفين؟ الحين تبدأ تطلع اللمعة حقتها كاملة. تقريبا كذا هذه اللمعة اللي نبيها. شوفون طلعت لمعة، شيء مرتب ما شاء الله، لمعة. وهذا المطلوب طبعا، المطلوب انها تطلع لمعة بالشكل هذا. الآن باقي آخر لمسة اللي هي لمسة الديكور. طبعا عندي هنا الدراجة طلعتها من الفريزر، الآن خليته يبرد شوي عشان أعطيه لون من بعيد. شايفين؟ عشان اطلع الدراجة عندي لونين. بس كذا هذا المطلوب. شايفين؟ شوفوا لونين، ابي الدراجة عندي يصير لونين كذا. الحين خليه يبرد شوي. خلصنا اللون الأول، نبدأ باللون الثاني. طبعا اللون الثاني بيكون جوا الماكينة بالطريقة هذه. تبون الصدق نسع بيدين أحسن كذا. شوفوا تعالوا كذا، أتوقع أنه واضح قدامكم وكيف تطلع الألوان الحين. بسم الله، طبعا نقول بسم الله، هذا وقت البخ الحين جوا. كذا طبعا اول ما بخ اعطيها قلبه. هذا الشغل المرتب، شايفين؟ خلاص كذا تقريبا ما خلصنا، يبغى لها شوي بس. بطلعها الحين كذا، لانه تقريبا احتاج اخلصها لكم كلها كامله، بس اليوم بقصها، بيكم تشوفونها من جوا وشلون شكلها. شوفوا كيف طالعه،
صراحة جميلة. بس بكرة بتشوفون شيء أجمل من كذا بمراحل مراحل. خلونا ننقي واحدة يعني هذه ولا ذي ولا هذه كذا. قول بسم الله. أوه شوفوا شايفين هذه من جوا، شوفوا كذا اللون ولا غلطة. بس ترى ما خلصنا، ترى ما خلصنا اللي تشوفونه هذا الحين، هذا البروسيس الأول، هذه الخطوات الأولى. بتشوفون هذا، بتشوفون هذه، بتشوفون أشياء جديدة، بتشوفون أشياء صدق صدق غريبة وجديدة وبتعجبكم بإذن الله. أنا بتعجبكم. بس شوفوا كيف طلعت لي. خلاص كذا خلصنا الدراجة كلها. طبعا طلعنا اللي هو هذا اللي هو البلاك بيري. هنوضح لكم بعد اكثر. شوفوا كيف هذا اللي هو البلاك بيري، طلعنا الروزبري النوع هذا، وطلعنا برضو اللي عندنا اساسا من اول ويعتبر من اعلى مبيعا عندنا اللي هو البيكان. البيكان من زمان عندنا والحمد لله يعتبر من أعلى المبيعا عندنا اللي هو البيكان. شايفين؟ طبعا بس عشان أوضح نقطة واحدة ومرة هذه مهمة، ترى كل شيء تشوفونه عندنا في بي كي من دراجيه من المكسرات من كل شيء شوكولت، كل شيء ترى نسويه عندنا، ما في شيء نجيبه من برا ولا نحب نجيب شيء من برا. ليش؟ نبي العميل ذاك شيء وجرب شيء عندنا قال او لا اصبر، هذا غير اللي جربته هناك وهناك وهناك وهناك. لان احنا ما نحب نجيب اي شيء من غير صنع يدينا صراحه. عشان كذا اي شيء تجربه عندنا من ناحيه صوصات، من ناحيه شوكليت، من ناحيه دراجيه، ما تحصله في مكان ثاني. وانا اقول هذا الشيء بالفم المليان اللي متاكد وعارف شغلي، ما سوينا اي شيء كذا كذا، لا جايب لكم شيء صح.